هنفتح بقى صفحة 109. ايوه يا مان، شباب احنا قلنا ايه النهاردة؟ هنبدأ مسابقة نجم اليوم. نجم اليوم، بما ان احنا اول حصة لنا في رمضان. طبعا عارفين الشروط: الحضور، التزام في الحصة، الحضور فتح والكاميرا الكاميرا، ايوه، والحل الحل والواجب. والواجب. الواجب هستثناه لغاية تاني يوم. يعني ايه؟ مثلا النهاردة طبعا مفيش واجب، يعني احنا ما كانش عندنا، لا كان عندنا واجب اللي قبل كده، فاحنا اللي هو بتاع الاسبوع اللي فات يعني، صح؟ فاحنا كلنا تقريبا بعتناه، محدش مبعتوش. هو كريم عشان ما حضرش اصلا معانا فما بعتوش. فدلوقتي ايه، انا هعمل جدول هيبقى فيه ايه، اسامينا احنا الاربعة: كريم وريمان وسيف ومحمد، تمام؟ هناخد ايه، كله هياخد نجمة الحضور. طبعا اللي هياخد نجمة الكاميرا اللي فتحها من غير ما اقول، كنت بتحمل غير ما انت اللي هو ريمان وسيف اللي كانوا فاتحينها من غير ما اقول من اول دقيقة. ها، مش لسه بنفتحها دلوقتي يا محمد؟ انا شايفاكو ومش شايف حد فتح خالص غير ايه، غير سيف وريمان. استثناء النهاردة هفكركم عشان احنا اول يوم، استثناء. فاللي فاتح الكاميرا هديله ايه، النجمة بتاعة الكاميرا. يبقى احنا كده خدنا كام نجمة؟ نجمة الحضور ونجمة الكاميرا، تمام. نجمة التفاعل بقى لما نحل مع بعض، اللي مش هيصحصح معايا ومش مركز مش هياخدها، تمام. وظيفة حين متأخر خلاص. ايه، مش سامعة يا ريمان؟ بقول لك ما دام يعني حين متأخر خلاص احنا مصحصحين. ماشي، طيب اللي التزم بكل الحاجات دي في آخر اليوم هنشوف مين نجم اليوم، تمام. تمام. يلا بينا. طيب هنا ايه بيديني كلامية على ايه؟ حاجة كلامية. على جمع وطرح القصور اللي احنا كنا واخدينهم. لو ترحبك. من خلال مسائل كلامية انا هعرف من الكلام نفسه، افهم بقى هو دلوقتي عايز مني اجمع ولا اطرح على حسب المسألة. طب تعالوا نقرأ المثال اللي هو مديهولي. بيقول لي ايه: فاض الدعاء دراجتها مسافة 3 على 5 كيلومتر، ثم استراحت قليلا، ثم قادت دراجتها مسافة ايه، 1 على 5 كيلومتر اخرى، حتى وصلت الى منزل جدتها، تمام. بيقول لي ايه اجمالي المسافة اللي قطعتها دعاء. هبدأ ايه اشوف هي دعاء مشيت الاول ايه من البداية هنا، مشيت كام؟ 3 على 5 كيلو، ثلاثة على خمسة، وبعدين وقفت شوية هنا، واحد على خمسة وبعدين مشيت ايه، 1 على 5. يساوي عايز أربعة. اعرف بقى ايه، انا هنا الاول احدد هو هنا عايز نجمع ولا عايز نطرح. طالما قال لي عايز اجمالي يبقى عايز ايه، أجمع. جمع. اجمع، عايز جمع، برافو عليك. يبقى طالما طلب اجمالي يبقى هجمع. هجمع ايه؟ المسافة اللي هي مشيتها الاول والمسافة اللي مشيتها التاني عشان ايه تكمل معايا. كريم سرحان في ايه؟ كريم انت قافل المايك، انا مش سامعه انت بتقول ايه. ماشي. طيب ماشي، ما تسرحوش مني. طيب يبقى انا طالما طلب مني اجمالي يبقى هجمع ايه الكيلومترات اللي هي ايه مشيتها، اللي هي 3 على 5 زائد 4 على 5. المقام زي المقام يا حلوين، يبقى هعمل ايه؟ نجمع الباص. الباص مع الباص، برافو عليك. يبقى هقول 1 على 5 زائد 3 على 5 يديني كام؟ 1 زائد 3 4، والخمسة ما بقربش منها. المقام ماله؟ ما بقربش منه. أو إن أنا أرسم إيه؟ أرسم كده شريط كده، وأقسمه لكام قطعة؟ 5، طالما المقام عندي 5.
وبعدين ألون التلاتة على خمسة، ألون تلات أجزاء أهم، وبعدين ألون إيه واحد على خمسة وأعد. وأنا لونت كام جزء؟ واحد اتنين تلاتة أربعة، يبقى لونت كام؟ أربعة على خمسة. تمام. طيب المسائل، عايزين نشوف المثال على الطرح. بيقول لي أكل سليم 3/4 رغيف خبز، فما المتبقي من الرغيف؟ هو الأول إيه الرغيف؟ إيه أهو دايرة أهي، متقسم كام حتة؟ 4، عشان المقام عندي إيه هنا؟ 4. طيب هو الرغيف كامل يبقى متلون كله، كل منه ايه البسط 3، يبقى هعمل ايه؟ هشطب على 3 اجزاء، ادي جزء 2 3، اتبقى مني كام جزء؟ بقى من جزء واحد. جزء واحد على الـ4. دي الطريقة. الطريقة التانية اقول ايه؟ واحد صحيح اللي هو الخبز الرغيف ناقص 3 على الـ4. طب هو الواحد الصحيح ده هينفع اطرحه من 3 على الـ4؟ اه، ما انا عارف ايه ان الواحد الصحيح ماله 4 على 4 أو 3 على 3 أو 5 على 5، عدد إيه؟ بسطه زي مقامه، نفس مقامه. يبقى ممكن أستغنى عن الواحد الصحيح ده وأكتبه 4 على 4 عشان أعرف إيه أطرح. بقت كده سهلة، هنزل المقام زي ما هو الـ4 وأطرح 4 ناقص 3 كام؟ الأربعة ناقص تلاتة واحد، 1. واحد على الأربعة. 1 على الـ4. برافو عليك. ها اللي مصحصح معايا ريمان، بس انتوا فين؟ لا يا مس سيف مش راضي يتكلم عشان حضرتك بتشرح. طيب خلاص افتح البتاع ده. احنا بس بناخد امثلة على الجمع وعلى المثال الكلامية، يعني ازاي نعرف جمع وطرح. تمام. تمام. نعم. طيب تعال نشوف التدريب. طبعا احنا دخلنا بالترتيب ازاي؟ دخلنا سيف وبعدين كريم وبعدين ريمان وبعدين محمد، فهنبقى ماشيين بالترتيب كده، سيف كريم ريمان محمد. يلا يا سيف. ده علي واحد خمس من ماشي. حرف وثلاثة على الخمس كم؟ ما كم؟ تمام. يساوي 4 على 5. يبقى هنا ايه؟ عايز ايه المساحة الكلية؟ عشان يبقى هجمع ولا اطرح الأول؟ هنجمع هنجمع. هتبقى 1 زائد 3 على 5، برافو. خمس زائد 3 على 5 بيساوي ايوه 4. ممتاز. طب يلا يا كريم رقم ب. ناس ناس نسيت نت نعم. أنا واحدة يعني اللي رقم تحت. باء الكريم، اه اللي هي تحت لا رقم باء. لا ده لا انت دايت خلاص سيف روان واحد. 7 8 من كل شوكولاتة أعطى لأخته 4 8 منها ماشي. ما تبقى مع مروان. هو معاه 7 على 8 من قلب الشوكولاتة، وده الأسطو بكام؟ 4 8 4 على 8. يبقى فاضل معاك يا أسمع ولا أطرح؟ أجمع ولا أطرح؟ أطرح. أطرح. برافو عليك. هطرح ايه ناقص ايه؟ 7 ناقص 4 7 8 ناقص 4 8. برافو. ها صحيح. اليوم يلا اطرح. سبعة ناقص أربعة
سبعة ناقص أربعة ناقص 7 8 ناقص 4 8. يلا 7 ناقص 4 كام؟ سبعة تاني تاني 7 على 8 ناقص 4 8 تطلع كام؟ سبعة تمانية سبعة تمانية ناقص أربعة تمانية سبعة. أول حاجة سبعة تمانية ناقص ستينة ثانية سبعة تمانية ستينة 56 تمام. بتعمل ايه كده؟ هطرح 7 ناقص 4 يا كريم. هقول انا المس سبعة ناقص أربعة لا بقول كريم، هو هيقولها، هو عارفها بس هو مش مركز. طبعا ما سبعة لسه جاي، فاضل ثلاثة يبقى 3 على ايه؟ يبقى ثلاثة على الثمانية 3 على 8. ايه الصعوبة بقى؟ معلش خدت ايه طيب يلا يا ريمان. حاضر يا مس. يتدرب يتدرب فريد فريدة 3 على 4 ساعة كل يوم على السباحة، وفي في أحد الأيام تدربت 1 على 4 ساعة. ما الوقت المتبقي اللي يمكن ليكمل فريدة فترة تدربها؟ هنا كده هطرح ونقط ماشي، 3 وقفنا 1 بقى 2 يبقى 2 على 4. 2 على 4. برافو عليكي. يلا يا محمد، رقم دال. أكل محمد 4 على 7 من الفطير، وأكلت أخته 2 على 7 من نفس الفطير. ما إكمال ما أكل محمد وأخته؟ اجمالي بقى، هجمع ولا اطرح؟ هجمع. برافو عليك، اجمع يلا. ماشي 4 7 7 يلا اجمع. ايه الصعوبة يا محمد؟ في ايه؟ أقول لنا يمس ادور محمد. محمد صح، صح يا محمد. أسهل حاجة يمس سألت 4 7 زائد 2 على 7 بيساوي
اتنين. لا بجمع. مالك يا محمد، انت لسه ما نمت، مصحتش ولا ايه؟ لسه مصحتش؟ بس اقول انا هنس لموت لا الحصة. هو انت في البيت، هو مدخول فيك، هو عارفها، هو بس لسه مصحاش من النوم. أربعة ده اتنين كام يا محمد؟ أربعة زائد اتنين كام يا محمد؟ محمد ستة، يبقى ستة على ايه؟ ستة على ايه يا محمد؟ أربعة. فين الأربعة دي؟ هو المقام عندي كام؟ سب سبعة، يبقى ستة على ايه؟ سب على سبعة. يلا يلا يا سيف، ذكرى منه عشان رقم نهائي يا سيف. جار أحمد مسافر جرى أحمد، 1/6 كيلو متر، ثم استراح، ثم رجع جرى جرى مسافة 4/6 كيلو ماشي، متر. المسافة الكلية 1 هتعمل ايه؟ هتجمع ولا تطلع؟ هجمة سدس هتعمل زائد عملية بسيطة. 4/6 أو أنت هتساوي ممكن تكتب، ممكن تكتب الإجابة؟ ماشي. اكتب بس الجامعة، سألت الجامعة بس في الكتاب، اكتب براحتك، لكن هنا اكتب بس مسألة الجامعة. هي 1/6 زائد ايه؟ ممتاز. يلا يا كريم، رقم واو. ماشي. على اللبن من اللبن علبة من اللبن، ساعتها 1 لتر، شرب علبة من من نفس اللبن ساعتها لواحد مية لتر. 3 لتر. ما الكمية المتبقى مع متبقية أنا دلوقتي معايا إزازة 1 لتر، إزازة لتر تمام، إزازة كاملة يعني، شربت منها 2/3، تلتينها بقى كام؟ أجمع ولا أطرح؟ أطرح هتطرح. برافو، هتطرح إيه من إيه؟ واحد ناقص اتنين 1 ناقص 2 على إيه؟ على 3. ممتاز. الواحد صحيح ده اللي هو إيه؟ أنا هنا عندي كسر، بخلي الواحد صحيح ده كسر، المقام عندي الناحية التانية 3، يبقى خلي الواحد صحيح كام على 3؟ الواحد الصحيح اللي هو بسطه قد مقامه. ثانية. يبقى ارسم ازازة كاملة ماشي، وقسمها 3 حتت. ركز معايا يا كريم، ارسم ازازة كاملة وقسمها 3 حتت. ثانية بس ثانية. نعم.
نعم مس طب تقولي لي نعم ارسمه. ارسم انت ازازة ممكن كاملة، ارسم مستطيل، مستطيل مش لازم ازازة يعني، ارسم مستطيل وقسم المستطيل ده 3 حتت، ارسم مستطيل كده على الشاشة وقسمه 3 حتت. فين المستطيل؟ ايوه اهو، برافو، قسمه 3 حتت، ممتاز. شيل منه حتتين بقى اللي هي 2 على 3، تقولي يا ما شيل منه حتتين يعني، اعمل علامة غلط او اكس كده على حتتين منه. اتبقى كام؟ اتبقى كام؟ واحد على ايه؟ واحد على كام؟ الحتة اللي بقى دي واحد على كام؟ الصورة بيقطع، الحتة اللي بقى دي واحد على كام؟ هم كلهم كام حتة؟ كلهم كام حتة يا كريم؟ باللي اتمسح واللي ما اتمسحش كلهم كام حتة؟ انا قسمت ثلاثة الازازة ده في الاساس يبقى واحد على ايه؟ برافو، 3، يبقى واحد على ايه؟ واحد على ايه كريم؟ انا عارفة ان النت عندك مش حلو. واحد على ثلاثة واحد على برافو، ثلاثة شطور، ممتاز ممتاز واحد ممتاز يا ممتاز يا كريم. طيب يلا يا ريمان، رقم زي ماشي يا مس. رقم 0 واحد على 8. أعطى حازم واحد على 8 كعكة لصديقه حسن، ثم أعطى 3 على 8 من نفس الكعكة لصديقه سعيد. ماشي. أيهما الأول أو أكبر؟ عندك سؤالين، بيقولك أيهما أكبر؟ ما أخذ حسن أم ما أخذ سعيد؟ اللي خد أكتر يا مس، اللي خد اكتر حسن. على 8 وسعيد خد 3 على 8، يبقى مين أكبر؟ سعيد سعيد اللي خد أكبر. طب السؤال التاني بيقول لي ما مجموع ما أخذه حسن وسعيد من الكعكة؟ حسن وسعيد من الكعكة دي جامد. جامع، برافو. 1 زائد 3 أربعة، يبقى 4 8. 4 8، ممتاز. يلا يا محمد، نايس. رقم حاء. This is space. شوفوا في الكتاب عندك صفحة 110. افتح يلا يا عمر اقرأ. يلا انت تعبان يا محمد ولا بس ارهاق الصيام؟ ايه؟ انت تعبان ولا ارهاق الصيام؟ كويس يا محمد ولا ايه؟ ماشي، بس يعني تعبان من الصيام يعني؟ ماشي يا قمر، معلش هي بس ايام صعبة في الاول، بعد كده بنتعود على الصيام خلاص. يلا اقرأ. يلا مرام طريق ايوه من القناص، قام التلوين 4 عصر الليل باللون الأصفر، وثلاث
عصر باللون الأسرق أو كت مقدار الكسر الملون من السريط مع 4 على 10 ايه؟ باللون الأسرق. عايز مقدار الأجزاء الملونة كلها. مختار الأجزاء الملونة كلها. اللي بالأصفر واللي بالأزرق. يعني 4 على 10 زائد 3 على 10 ممتاز، 4 على 10 زائد 3 على 10. يبقى 40 زائد 30. ليه 40؟ ليه 4 على 10 زائد 3 على 10؟ انت بتضرب 4 في 10 ليه؟ ده كسر. 3 سنين. أربعة على عشرة. 40. يا محمد لا أنا مش بجمع، مش بضرب 4 في 10. 4 على 10 الكسر قدامك أهو، 4 على 10 زائد 3 على 10، المقام عندي 10، 3. يبقى هسيب المقام زي ما هو وأجمع 4 زائد 3 كام؟ بس هقفل الكاميرا بس ثانية اروح اجيب مفتاحي. ماشي اتفضل. نص 3. نعم، 4 على 10 زائد 3 على 10، هحط 10 زي ما هي في المقام، أجمع إيه؟ 4 زائد 3 كام؟ 4 زائد 3 7. 7 على إيه؟ 7 على 10. ممتاز. طيب الجزء التاني بيقول لي مقدار الجزء المتبقي بدون تلوين. هيبقى كام يا محمد؟ كام؟ الجزء المتبقي كام؟ الكسر المتبقي ماشي، لو سمحت دي واحدة وابقى معايا. مس معاكم يا شباب. هاي يا محمد، هو كلهم 10 على 10 اللي هو 10 أجزاء اللي هو الواحد الصحيح، خدت منهم 7 على 10، اتبقى كام؟ اليوم 7 على 10 3. 3 على 10. ممتاز، يبقى 10 على 10 ناقص 7 على 10 يتبقى 3 على 10. طيب يلا يا سيف. 3 على 7. 3 على 7. 3 على 7، برافو عليك. يلا يا كريم. أروح من الحمام يا مس. ايوه اتفضل. نعم رقم بقى يا كريم، الكسر ده كام؟ أنا يا مس. أنا اللي هو الدايرة ده ثانية واحدة عشان ده الفاضي 3 انا مش عايزه واللي الفاضي، انا عايزه المتلون احطه في البص، واللي مش متلون في المقام، طلع اللي منه هو كله قصدي كله المتلون واللي مش متلون في يمس. المقام. متلون كام حته كام جزء؟
نعم. في كام حتة متلونة باللون البرتقالي يا كريم؟ حاجتي الحمد لله سلام. يلا يا كريم، في كام حتة متلونة باللون البرتقالي؟ قدهم كده. نعم يا ريس، اللي متلون كام؟ اللي متلون 5. 5. وكلهم كام؟ يبقى هكتب في البسط 5. كلهم كام بقى، اللي متلون واللي مش متلون؟ متقسم كام حتة؟ 8 8. يبقى 5 على ايه؟ على 8. ممتاز، اكتب 5 على 8. يلا يا ريمين، رقم جيم. حاضر يا مس، اللي متلونين 4، يبقى كده 4 ل 5. ممتاز، 4 على 5. يلا يا محمد، رقم دال. رقم تال من خلالها ثلاثة على الست. 3 على 6. ممتاز شباب، بفكركم لو احنا اللينك فصل فاحنا كده الحصة خلصت، وباقي الأنشطة هتبقى ايه؟ هتبقى واجب، تمام يعني يا هنحل في الأنشطة لغاية لما إيه؟ لما مس، تخلص الليل. طيب يا مس، يلا. نعم، يعني لما اللينج يقفل مش هنخش تاني؟ لا خلاص مش هنخش تاني. يلا يا سيف، رقم هي. لا، 1 على 3. ممتاز. يلا يا كريم، رقم واو. رقم واو، 2 على 4. ممتاز يا ريمين، كملي خط الأعداد ده. ماشي، الاتنين. أول حاجة كانت 1 على 8، بعدين 2 على 8، بعدين 3 على 8، بعدين 4 على 8، بعدين 5 على 8، اللي بعديها 3 على 8، آخر واحدة 7 على 8. ممتاز. يلا يا محمد، رقم باء، كمل الخط الأعداد. 1 على 8، 2 على 5، 2 على أيوة 5، اتنين برافو، على 5، 2 و4 على 5. ممتاز. طيب يلا يا سيف، عايزة أقسمها لأثلاث وحوط الكسر 1 على 3. ممتاز. يلا يا كريم، عايزة أقسمها أسباع وأحوط الكسر 3 على 7. تلامس طالما أسباع يبقى هرسم كام خط يا كريم؟ أسبوع أسبوع كم هي أسبوع برسم أقل سمك في مقام واحد، يعني هرسم 6 خطوط. تمام ماشي تلامس يلا يا كريم، نعم. يلا لون، قسمها أسباع وحوط الكسر 3 على 7. تمام، أنا على مس رقم باء دي يا كريم. أصبح يس. مس لا لم نعم، راح
ثانية معلش عشان بس طلع بره الزوم بالغلط. خلصت يا مس؟ مس معلش يا كريم، فين الكسر 3 على 7؟